بتشرف فعلا بوجودنا النهارده في مؤسسه كبيره وفي مستشفى كبيره زي بهيه، وحاجه تشرف ان هي موجوده على ارض مصر. بصراحه الواحد يعني دايما كان يسمع عن المستشفى من قبل ما يجي، لكن اول مره يمكن بيلمس الموضوع فعلا وبيشوفه، بيشوف قد ايه الامكانيات اللي هم محضرينها والاجهزه اللي موجوده والحاله الايجابيه الجميله. يمكن انتوا كلكم حضرتوها معايا وشفتوها، فالحقيقه لا يعني احنا نقله تانية خالص. واحنا كنادي اهلي طبعا احنا دور النادي الاهلي مش رياضي بس، يعني النادي الاهلي دوره مجتمعي ودوره وطني، فلازم يكون داعم لحاجات ومشاريع كبيره ومشرفه زي دي. وزي ما قلنا يمكن نسبه السرطان الثدي في مصر نسبه مش قليله، 18% من حوالي مرضى السرطان في مصر، فده يعني لازم ليه اهتمام اكبر. والنادي الاهلي بدوره برضو المجتمعي لازم يكون ان شاء الله مساند للقضيه دي واللي يدور فيها. احنا بنفصل دايما، يعني ما فيش حاجه اسمها يعني ان احنا في مشاكل او في بتاع فبنقف في مواضيع تانية. النادي الاهلي نادي طول عمره مؤسسه كبيره ومؤسسه عريقه وعنده يعني اكتر من مشروع واكتر من ملف واكتر من حاجه شغال فيها. فالنادي الاهلي ادارات مختلفه، لجان كتير شغاله في النادي الحمد لله عامله شغل جامد جدا، اللجنه العليا ومن تحتيها 8 لجان عامله شغل كبير، وابناء وشباب وسيدات النادي الاهلي كله يعني خليه نحل شغاله. ده دايما بيتفصل يعني كل ملفات النادي كل على حده، كل ليه ادارته اللي شغاله، وفي النهايه كلها مسؤوليات مجلس الاداره، واحنا مش بنقف على حاجه عشان اي مشكله. يعني هو الموضوع بالنسبه لنا موضوع لازم النادي الاهلي كدوره المجتمع والوطن لازم يبقى مساند بالاته والياته الاعلاميه، سواء في القناه في صفحات النادي على السوشيال ميديا لازم يبقى في رساله توصل، ولازم ان احنا بنتكلم ان في توسعه للمستشفى مثلا او بيفكروا في مشروع التوسعه، لازم النادي الاهلي يبقى ليه دور لده وبيساند ده وبيكبر ده ويعمل يعني توعيه عامه للشعب المصري والجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي من السيدات ومن كل المستوى الاعضاء للمشكله السرطان الثدي واهميه الموضوع ده ان هو يبقى اكتشاف مبكر ليه ازاي. فلا اعتقد دور النادي الاهلي كبير في الموضوع ده. الجمعه اللي جايه باذن الله الساعه 2 الظهر ان شاء الله، اليوم ده هيبقى استقبال المحاربات واستقبال اسره بهيه في النادي الاهلي باذن الله في الجزيره 2 الظهر، ويقضوا اليوم كامل مع النادي الاهلي ان شاء الله. نشكركم على زيارتكم لينا، لأن زيارتكم لينا هي دعم غير مباشر لدور المؤسسة اللي بيخدم كل سيدات مصر بالمجان. احنا مؤسسة بهية قائمة على 3 دعائم، ال3 دعائم دول أول حاجة هي التوعية، بنحب نوعي كل سيدات مصر بأهمية الكشف المبكر، بنروح كل حتة في مصر عشان نعمل التوعية دي من أسوان لمرسى مطروح. تاني دعائم المؤسسة هي الكشف المبكر الفعلي. احنا عندنا هنا في المستشفى في مركزين للكشف المبكر، استقبلنا لغاية دلوقتي في خلال 3 سنين من يوم افتتاح المستشفى أكتر من 72 ألف سيدة مصرية اتعمل لها الكشف المبكر بأحدث أجهزة، وطمناهم وطمنا أهليهم عليهم. في مجموعة كانت عندها المرض، وده بقى تالت حاجة بتقدمها المستشفى هي العلاج، يعني بعد التوعية وبعد الكشف المبكر بيجي العلاج للي عيانة، بنتولى تكلفة علاجها طبعا بالكامل بأحدث أجهزة، وكل مراحل العلاج بتاخدها في هذا المكان على أحدث مستوى طبي في العالم لغاية ما نطمن عليها ونطمنها ونطمن أهلها وتبقى زي الفل وترجع بيتها بالسلامة إن شاء الله. منورين في بهية. النهاردة دورنا مختلف شوية، دورنا مع سيدات المجتمع بصفة عامة لدعمهم صحيا وبالتحديد لدعمهم في بهية. سرطان الثدي طبعا للأسف احنا لقيناه انتشر جدا جدا بين سيدات مصر، فلقينا ان احنا لازم يكون لينا دور مجتمعي فان احنا نوعي السيدات وان احنا ندعمهم معنويا. دي مش الزيارة الاولى، احنا عملنا كذا زيارة تحضيرية علشان نوصل للزيارة بتاعة النهاردة ان شاء الله. النهاردة هيكون في جولة حوالين الاقسام، هنشوف كل قسم بيقدم ايه لسيدات مصر.
كمان هنشوف دعمهم المعنوي بيعملوا ايه برضو. كمان في احتفاليه المحاربات بهية النهارده بيعملوا الاحتفاليه دي، وكل سبت الحقيقه بيعملوا احتفاليه بيحتفلوا باللي ربنا من عليهم بالشفاء. فاحنا النهارده جايين نشجعهم وجايين نقول لهم الحمد لله على السلامه. الجمعه الجايه ان شاء الله في مؤتمر كبير قوي عن انه مصر بدون سرطان، وخصوصا سرطان الثدي. هنستضيف طبعا محاربات بهية، كل واحده فيهم هتحكي عن تجربتها وازاي كان في دعم معنوي ومادي من مؤسسه بهية ومن المحيطين، وده شيء مهم جدا جدا. كمان هيبقى في معرض كمان للمحاربات كنوع من انواع برضو الدعم المعنوي من النادي للمحاربات. الحقيقه يعني سيدات مصر محتاجين للمؤسسه دي فعلا، ومؤسسات مشابهه لتقديم كل اوجه الرعايه والعنايه الحقيقه، لانه الحقيقه سرطان الثدي زي ما قلنا انتشر جدا، والسيدات دي محتاجه حقيقي اي حد يدعمها ماديا او معنويا. مؤتمر ان شاء الله هيكون برعايه الكابتن ورعايه مجلس الاداره كامل واللجنه العليا ولجنه المراه. الحقيقه احنا اول ما تقدمنا بالطلب علشان نعمل مؤتمر كبير خاص بسرطان الثدي بالتعاون مع بهية، لقى استحسان ولقى قبول ولقى دعم رائع الحقيقه من مجلس الاداره من الكابتن ومن اللجنه العليا. اهلا بحضرتك وبالنادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. هو زي ما حضرتك قلت احنا انا وهاجر مقبول مشرفة من اللجنه العليا على اعمال لجنه المراه، واحنا النهارده في بهية بندعم كل ست محاربه المرض دون، او بنحاول برضو نوصل لكل عضوات النادي الاهلي اي دعم نفسي او دور توعوي في لمعرفه برضو المرض وازاي يكتشفوه وازاي نقدر نقدم لهم دعم نفسي، وازاي ممكن يبقى فيه هنا لو واجهتهم يعني المرض او حاجه زي كده ممكن يجوا هنا يكشفوا بالمجان. فهو دور توعوي ودعم نفسي لكل مرأة جوه النادي الأهلي. والله هو المؤتمر هيبقى يوم إن شاء الله مليء بالأحداث، هيبدأ بعرض لبعض التجارب من بعض السيدات اللي واجهت المرض وفي بعضهم اللي انتصر عليه، وهيبقى فيه كشف مبكر للسيدات، وهيبقى فيه تعريف بإيه هو إزاي تكتشف أي واحدة ست عندها المرض، يعني إزاي تكتشف المرض في بدايته وتعمل إيه وتروح فين، وهل في جلسات دعم نفسي يعني. فهو اليوم هيبقى بالكامل من اوله لاخره توعيه للسيدات عن ايه هو المرض ويروحوا فين ويتوجهوا فين في حاله اي اكتشاف يعني لا قدر الله. وهيبقى فيه طبعا بحضور شخصيات كتير عامه، منهم مثلا الناس اللي كان يعني قادوا التجربه دي وانتصروا. والله هو هنا الحقيقه يعني في كان تنسيق مهم جدا من لجنه المراه والفريق العضوات، كانوا متحمسات جدا وتواصلوا مع اداره بهية وهم قدموا لنا كل الدعم، وهم اللي وصلونا هنا بالحالات بتاعه المحاربات، وبرده كانوا ناس متفتحه جدا وما عندهمش اي مشكله ومتصالحين جدا مع نفسهم، وحبوا جدا يعرضوا التجربه عشان غيرهم يستفيد منها. والله طبعا هي اللجنه العليا زي ما انتم عارفين وكل اعضاء النادي الاهلي عارفين ان احنا بنشرف كل اللجان الموجوده في النادي الاهلي، ومن ضمن هذه اللجان لجنه المراه اللي بتقوم بدور فعال جدا سواء داخل النادي مع عضوات النادي الاهلي او في دعم المراه بشكل عام. وبالتالي احنا سمينا المبادره اللي عملتها لجنه المراه لان احنا نقوم بزياره كنادي اهلي الى مستشفى بهية. مستشفى بهية بتلعب دور كبير جدا في الشك في الدعم الطبي والمعنوي والنفسي لكل مرضى السرطان، وبالاخص طبعا مرضى سرطان الثدي للسيدات. احنا طبعا دور النادي الاهلي كمسؤوليه مجتمعيه ان احنا بندعم حق المراه في حياه افضل، حق المراه في العلاج، وبالتالي كان لازم ان احنا نشارك في هذه الفعاليه. دورنا طبعا بيبقى دور تنسيقي ما بين لجنه المراه وبين عضوات النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بين ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا من مستشفى بهية، بيقدموا مثل جيد جدا ازاي في حالات قدرت ان هي تتخطى هذا المرض. الدعم النفسي اللي اتقدم لهم سواء من المستشفى او من اسرهم كمان، من ازواجهم من اولادهم، وبالتالي ده دور اعتقد ان هو دور مهم جدا. في دور كمان توعوي، اعتقد ان احنا بننقل فكره التوعيه ازاي الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وللاسف اللي هو منتشر بين السيدات. كنت بقرا احصائيه موجوده، فاحنا بنتكلم على ان من كل 8 سيدات في سيده بتصاب للاسف هذا المرض، ربنا يشفي يعني يا رب كل مريض. وبالتالي الكشف المبكر عن مرض السرطان وكمان عرض الحالات اللي فعلا تمكنت بالقوه وبالاراده وبالمساعده من مستشفى بهية تتخطى هذه الحاله الطبيه الصعبه،
اللي كلنا يا رب بنتمنى لهم فيها الشفاء، اعتقد انه هيكون ليه دور مع عضوات النادي الاهلي، وربنا يا رب يبعد المرض عن الجميع. يعني مجلس الاداره دايما بيشتغل على خطوط كلها متوازيه وكلها في وقت واحد، يعني زي ما بيهتم مجلس الاداره بالنشاط الرياضي، زي ما بيهتم بكره القدم، زي ما بيهتم كمان بالدور الاجتماعي والاعضاء. ولا اذيع سرا برضو احنا عندنا اجتماعات الاسبوع اللي جاي متصله لكل اللجان مع الكابتن محمود الخطيب شخصيا عشان نناقش دور اللجان في خدمه اعضاء النادي. وبالتالي النادي الاهلي كمؤسسه رياضيه كبرى، تاني انا باكد ان احنا اكبر مؤسسه رياضيه موجوده في الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي مصر، لا يمكن ان نتخلى عن دورنا في المسؤوليه المجتمعيه ودورنا في الجانب الاجتماعي جنبا الى جنب مع الدور والشق الرياضي وخدمه الاعضاء داخل النادي الاهلي. إن شاء الله بإذن الله في مؤتمر كبير يوم 8 هتنظمه لجنة المرأة طبعا مع بهية، في كمان بروتوكول بين النادي الأهلي وبهية، في إن شاء الله النهاردة زيارة البهية لتدعيم المحاربات وحضور حفل اللي بتعمله بتقيم المحاربات بيقيموا بهية لتدعيم المحاربات. هو في البداية إن شاء الله بإذن الله هيكون طبعا إحنا هنا هنصور ريبورتاج في الزيارة، هيتعرض ريبورتاج عن بهية وهيتعرض عن ريبورتاج عن خدماتها واللي بتقدمه وإزاي طريقة الكشف المبكر وإزاي يحجزوا السيدات، وطبعا هم هيقدموا دعم لسيدات النادي الأهلي إن هم يجوا يكشفوا هنا من غير دور. كمان إن شاء الله المؤتمر أول حاجة هيتضمن في البداية هيتضمن عرض الريبورتاج اللي إحنا هنصوره هنا، تاني حاجة هيكون في تدعيم نفسي، دكتورة دعم نفسي، في دكتورة هتوري السيدات ازاي يعملوا كشف مبكر، وطبعا داعيين شخصيات عامة كتيرة طبعا بتدعيم المجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا للجان. طبعا اتصلنا ببهية ورحنا كذا يعني قعدنا كذا ميتينج معاهم، وطبعا اتفقنا على شكل المؤتمر هيبقى ازاي وشكل الزيارة هيبقى ازاي. وطبعا ان شاء الله يوم المؤتمر هيتقسم لثلاث اجزاء، في الاول هتبقى الريبورتاج، في الجزء الثاني هيبقى ازاي يكتشفوا المرض وازاي السيدات يقدروا يعرفوا المرض عن طريق دكاترة متخصصين في ده. الجزء الثالث ان شاء الله هيبقى كل يعني اربع او خمس محاربات هيطلعوا يحكوا قصة حياتهم وازاي قدروا يتغلبوا على المرض. احنا في لجنة المرأة بنعتمد ان احنا ما نعملش بس حاجات فاني او حاجات ترفيهية للأضواد، احنا عايزين نعمل لهم خدمة مجتمعية، حاجة صحية، ففكرنا ان احنا ندعم مؤسسة بهية بحيث ان احنا نعمل لهم مؤتمر يقدروا يجوا يشوفوا الأضواد ايه، ازاي يكتشفوا المرض المبكر، ازاي يقدروا يتعالجوا منه، ازاي يعملوا كشف بطرق كويسه جدا. فتعاملنا مع بهية وان شاء الله يبقى في مؤتمر يوم الجمعه باذن الله في اهل الجزيره. اولا المؤتمر هيبتدي بمقدمه عن مستشفى بهية، وبعدين هنجيب ريبورتاج هيعرض كل الاقسام الموجوده داخل المستشفى، وهنستضيف محاربات بهية هيكلموا عن القصص اللي هي سواء قصص ناجحه او قصص فاشله، هيكلموا هنعمل لهم معرض على هامش المؤتمر هيعرضوا فيه المنتجات بتاعتهم، هنحاول نعمل لهم يوم رياضي في النادي الاهلي، هنحاول نخلي الناس يبقى عندهم امل، يعني مش اي حد بيتعب ممكن، يعني لا لازم كلنا يبقى عندنا امل في الشفاء ان شاء الله. يعني بدايه طبعا احنا قدام مستشفى بهية بنعمل لهم دعم نفسي الاول طبعا، وان احنا نكون زي راعي رياضي، نعمل لهم انفيتيشن عندنا في كل النشاطات اللي بتعملها لجنه المراه، ده بالنسبه للجنه المراه، وان احنا كمان طبعا ندعم المحاربات بتاعه بهية اللي طبعا تم استشفائهم او كمان يكونوا لسه في مرحله العلاج، ازاي يقدروا يعدوا المرحله دي، ازاي نقول لهم احنا جنبكم
لسه في امل الدنيا ليها حاجات كتير قوي كويسه. لجنه المراه في الاساس بتدعم المراه المصريه في كل حالتها. طبعا مع النادي الاهلي بقى في موقف تاني ان بهجه سرور حاجات تانية نقول لهم ان الدنيا لسه في حاجات كتير قوي احسن. هو طبعا الاول شفنا ان البريست كانسر بين كل 8 سيدات في سيده بتصيب، فطبعا نسبه كبيره جدا. وطبعا الاهلي اساسه المراه طبعا، وكابتن الخطيب دايما بيراعي ان المراه والشباب في اول اولوياته. فطبعا لجأنا ان احنا نشوف ايه اكتر حاجه ممكن نساعد بيها المرضى دي. الاول الكشف المبكر، زي نقول لهم ان ده ليه اهميه. فاكبر مؤسسه للسيدات طبعا هو بهيم، تقول لهم ان ممكن ازاي انك تكشف مبكر، ازاي المراحل العلاج بتاثر، ما نعملش استئصال، نلجا لحاجات اسهل، مراحل العلاج ازاي تعمل كشف زيتي، ازاي نوفر لهم يعرفوا اصلا ان في بوادر او حاجه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ازاي ان مراحل العلاج بتبقى اسهل، ازاي ان بالدعم النفسي نعدي مراحل كتير قوي. طبعا كمان في المؤتمر اللي هيجي بعد كده هيكون في مراحل طبيه ومراحل دعم نفسي ومراحل الناس عدوا بمراحل، زي يعني الناس كمان مشاهير من المصريين عدوا بالحاجات دي كلها. ده بالنسبه لبهيه. والحاجه الثانيه ان المراه مش دوست المجتمع، هي المجتمع، انت بتنقذ حياه عيله كلها مش ام. طبعا هو المؤتمر بيتقسم لكذا حاجه، بيبقى في عندنا جانب طبي هيتكلم دكاتره طبيين ازاي بيكتشف كشف مبكر، مراحل العلاج بتاعته، لو في جراحه بتعمل ازاي. ده بالنسبه للجانب الطبي. اكبع كدعم نفسي، ازاي بنتغلب عليه، ازاي دور الاسره في والاب الزوج الولاد ممكن ازاي يساعدوا الام انها تطلع من المرحله دي. وعندنا بعد كده الجانب غير المعنوي، ناس تقول انا عديت، انا بقيت اقوى. المحاربات هيحكوا تفاصيلها. في كمان بلس لاول مره في النادي الاهلي هيكون في معرض محاربات بهي اللي تم استشفائهم، ازاي قدروا يعملوا معرض ويسوقوا منتجاتهم. او في الاخر طبعا في ناس هتقول كلمات تكون عدت بالمرض وقد ايه هي مشهوره، بس ده ما اثرش في الكارير بتاعها.